وحث المحافظ منتسبي القوات الأمنية في السيطرات على مواصلة حالة التأهب لتأمين حماية المواطنين ومنع العدو من التأثير في الاستقرار المتحقق بتعاون جميع القوات الماسكة للأرض والأهالي. وأكد المحافظ خلال تفقده للسيطرة بين مدينة تكريت وقضاء سامراء دعمه اللامحدود لعمل السيطرات من الناحية الفنية واللوجستية، كونها الأساس والحد الفاصل بين تحقيق الأمن والفوضى، وهذا يتطلب من المنتسبين بذل جهود استثنائية لتسهيل حركة المواطن مقابل عدم التهاون في فرض القانون ومنع تسلل الإرهابيين.